بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله، الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا في بيان وجود التاو من أجل النقص في الصلاة، ومن صوره هذه المسألة: إذا نسي التشهد الأول ونهض إلى الثالثة فهذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر قبل استتمامه قائما، فإنه يجب عليه الرجوع والجلوس والإتيان بالتشهد الأول، لأنه ما زال لم ينتقل إلى الركن، فيعود ويأتي بالتشهد الأول ثم يقوم ويسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية: إذا استتم قائما لكنه لم يشرع في القراءة، فإنه يكره له الرجوع، ينبغي أن يستمر ويسجد للسهو، فإن رجع بعد استتمامه قائما لم تبطل صلاته، ولكن يكره فعله هذا لأنه شرع في ركن وهو القيام، فلا يتركه ويرجع لأجل واجب. الحالة الثالثة: إذا شرع في القراءة، قراءة الفاتحة، فهنا أتى بركن القيام وشرع بركن القراءة، قراءة الفاتحة، حينئذ يحرم رجوعه، يحرم رجوعه، لأنه شرع في ركن فلا يتركه ويرجع لأجل واجب. لكن إن رجع جاهلا فصلاته صحيحة. نعم. ويسجد للسهو بعده. نعم. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. هذه الحالة الأولى. نعم. فإن استتم قائما كره رجوعه. نعم. وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. نعم. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، وعليه السجود لكل. لكل الحالات الثلاث. إذا ذكر قبل الانتصاب قائما، إذا ذكر بعد الانتصاب، إذا ذكر بعد الشروع في القراءة، عليه السجود لكل الأحوال الثلاث، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول. نعم. وهذا نقص، هذا نقص يجبره سجود السهو. نعم. ومن شك في عدد الركعات، هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو. سبق لنا في أول الباب أن سجود السهو يشرع لأجل أحد ثلاثة أسباب: إما زيادة في الصلاة، وإما نقص في الصلاة، وإما شك. انتهى من الاثنين الأولين، الزيادة والنقص، فقل إلى الثالث وهو الشك. والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك. نعم. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن نعم.
قد يشك، الشك أنواع، قد يشك في عدد الركعات، هل صلى أربعا أو ثلاثا، وقد يشك في ترك ركن كترك قراءة الفاتحة أو ترك الركوع أو السجود، هذا شك في ركن، أو شك في التشهد، هل أتى بالتشهد الأخير، هذا شك في ركن. الثالث أن يشك في ترك واجب أو سنة، هذه أنواع الشك في الصلاة، ولكل نوع حكمه. فإذا شك في عدد الركعات فنى على الأقل، شك أو صلى أربعا أو ثلاثا يجعلها ثلاثا لأنها المتيقنة، ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو بعد السلام أو قبل السلام كما يأتي، لأنه شك في ركعة والمشكوك فيه وجوده كعدم، يعني ما تحقق وجوده، ما تحقق وجوده، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، لا تبرأ الذمة إلا بيقين. يأتي بالركعة التي شك فيها ويسجد للسهو، وكذلك لو شك في ترك ركن كقراءة الفاتحة يأتي بها، يأتي بها، أو شك في ترك ركوع أو سجود يأتي به، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين الفعل. هذا إذا ذكر وهو في نفس الصلاة. نعم. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك واجب أو سنة ليس عليه شيء، شك في ترك واجب كالتشهد الأول أو قول سبحان ربي العظيم الركوع أو السجود ليس عليه شيء. نعم. أو شك في ترك سنة، يعني شك هل قرأ سورة بعد الفاتحة، شك هل أتى بالاستفتاح أو بالتعوذ أو بالبسملة، فهذا لا يؤثر ولا ينقص من صلاته من شيء. نعم. وإن شك في ترك ركن فتركه. نعم. وإن شك في ترك ركن فكتركه، يعني كأنه ترك، يأتي بدله، يأتي ببدله ويسجد للسهو. نعم. ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ألا يسجد للشك في ترك واجب في التشهد الأول تسبيح الركوع والسجود، وكذلك إذا شك في زيادة، شك في زيادة، هل زاد خامسة أو ما زاد، لا يؤثر، هذا شك في الزيادة لا يؤثر حتى يتيقن أنه زاد، ما دام لم يتيقن فالأصل عدم وجود الزيادة، ما دام لم يتيقن فإن الأصل عدم وجود الزيادة. إذن الشك يكون على أربع حالات أو خمس حالات، شك في ترك ركن هذا واحد، شك في ترك واجب من واجبات الصلاة هذا اثنين، شك في ترك سنة من سنن الصلاة هذا ثلاثة، شك في ترك شك في زيادة في وجود شك في وجود زيادة في صلاته، هذه أربعة أنواع. نعم. ولا سجود على مأموم، أو خمسة أنواع، شك في ترك ركن، شك في ترك واجب، شك في ترك سنة، لا الأول شك في ترك ركعة، شك في عدد الركعات،
الأول شك في عدد الركعات يبني على اليقين، الثاني شك في ترك ركن من أركان الصلاة، هذا مثل من ترك الركن يأتيه ويسلسه، الثالث شك في ترك واجب من واجبات الصلاة، هذا لا يترتب عليه شيء، الرابع شك في ترك سنة من سنن الصلاة، هذا لا يترتب عليه شيء، الخامس شك في ترك زيادة، شك في وجود زيادة في الصلاة، هذا أيضا لا يترتب عليه شيء، فصار الشك الذي يترتب عليه شيء هو النوعان الأولان، إذا شك في ترك في زيادة، إذا شك في عدد الركعات، الثاني إذا شك في ترك ركن، هذا هو اللي ترتب عليه الحكم، أما الثلاثة الباقية لا يترتب عليها شيء، شك في ترك واجب، شك في ترك سنة، شك في وجود زيادة في الصلاة، نعم. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. السجود على الإمام واجب، إذا سهى الإمام في صلاته سهوا يوجب السجود فإنه يجب عليه السجود، ويجب على المأمومين أن يسجدوا معه ولو لم يحصل منهم سهو، فيجب على المأمومين أن يتابعوه، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سهى الإمام ولم يسهو المأموم وجب على الإمام السجود ووجب على المأموم متابعته، والعكس بالعكس، العكس بالعكس، إذا سهى المأموم فإن الإمام لا يسجد، ولا يسجد المأموم أيضا إذا أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، إذا أدرك المأموم الصلاة من أولها فإنه وحصل منه سهو خلف إمامه فإنه لا سجود عليه، تحمله الإمام، هذا من الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم، إذا حصل من المأموم سهو يوجب السجود السهو فليس عليه سجود ويتحمله الإمام، إذن المأموم يجب عليه السجود في أربع حالات، الحالة الأولى يسجد تبعا لإمامه ولو لم يحصل منه سهو، الحالة الثانية إذا كان مسبوقا وحصل منه سهو خلف إمامه فإن الإمام لا يتحمل السهو عن المسبوق، إنما يتحمل السهو عن المأموم الذي أدركه من أول الصلاة، ما إذا أدركه في أثناء الصلاة وحصل من المأموم سهو فإن الإمام لا يتحمل، ويجب على المأموم أن يسجد إذا أراد أن يسلم، هذه الحالة الثانية، الحالة الثالثة يجب على المأموم أن يسجد في من فرج به بعد إمامه، قام يأتي بما فاته ثم حصل منه سهو بعدما سلم الإمام، قام يأتي بما فاته وحصل منه سهو في من فرج به عن الإمام، يجب عليه أن يسجد للسهو. المسألة الرابعة إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجود ولم يسجد الإمام لأنه ما يرى والمأموم يرى فإن المأموم يسجد، إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجود للسهو لكن الإمام لا يرى، هذا مذهبه أنه لا يرى السجود في هذه المسألة، والمأموم يرى هذا فإن المأموم يسجد، هذه أربع حالات يجب فيها سجود السهو على المأموم، نعم. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، هذه واحدة حتى ولو لم يحصل من المأموم سهو، نعم. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، نعم. البقية والصور البقية مذكورة في الشرح، ثلاث الباقية مذكورة في الشرح، المتن ذكر واحدة إلا تبعا لإمامه، ذكر صورة واحدة
الصور الباقية مذكورة في الشرع. نعم. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. حكم سجود السهو، سجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. سجود السهو لما يبطل تعمده في الصلاة واجب، في الزيادة لو تعمد زاد في الصلاة بطل الصلاة، لكن إذا زاد سهوا إنها لا تبطل ويسجد للسهو. نعم. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. والذي يبطل عمده مثل لو تعمد زيادة في الصلاة، كما لو زاد ركعة أو سجد متعمدا أو زاد ركوعا متعمدا إنه تبطل الصلاة. وكذلك لو ترك التشهد الأول متعمدا، لو قام وترك التشهد الأول وهو لم يسجد وإنما تركه متعمدا هذا تبطل صلاته. نعم. وتبطل، لكن إذا فعله سهوا فإنه يجب السجود له لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم في الصلاة فليسجد سجدتين. نعم. وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط. نعم. سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام مطلق، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص كترك التشهد الأول وترك التسبيح الركوع والسجود سهوا فالأفضل أن يكون هذا قبل السلام، لأنه جبران للصلاة عن نقص حصل فيها فيكون قبل السلام. وأما إن كان عن زيادة كما لو سلم قبل إتمامها أو قام إلى خامسة سهوا أو زاد ركوعا أو سجودا سهوا فهذا يستحب أن يكون السجود بعد السلام، لأنه ليس لنقص في الصلاة، صلاة تامة، وإنما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بعد السلام هذا هو الأفضل. ولكنه لو سجد كل سجود السهو قبل السلام أو سجده بعد السلام جاز ذلك لورود الحالتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط. نعم. إذا ترك السجود الذي أفضليته قبل السلام وما كان عن نقص تعمد تركه فطلب صلاته، لأنه حصل فيها نقص ولم يجبرها، وترك سجود السهو متعمدا إنها تبطل صلاته. أما لو تركه ناسيا فهذا يأتي حكمه. نعم. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. أما إذا تركه ناسيا ثم لم يذكر إلا بعد السلام فإنه يسجد إن قرب الزمن عرفا، يعني تذكر بعد السلام ولم يطل الفصل إنه يجب عليه السجود. أما إذا طال الفصل ما تذكر إلا بعد ساعة أو بعد ما خرج من المسجد فإنه يسقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة. نعم. ويسجد ما لم، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. إن قرب زمنه، أما إن طال فإنه لا يسجد. وكذلك لو انتقض وضوءه إنه لا يسجد. نعم. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. إذا حصل منه السجود مرارا كان ترك الركوع مثلا أو ترك إحدى السجدات، مثلا ترك الركوع أو ترك سجدة من وترك سجدة من الصلاة وقام إلى خامس وترك التشهد الأول، كل هذا في صلاة واحدة، هذا أنواع من السهو، يكفيه للكل سجدتان فقط ولا يكرر السجود
بتكرر السهو، لأنه سجود، لأن هذا السهو موجبه واحد، السهو موجبه واحد، سواء عن ترك، سواء كان عن ترك ركن أو عن زيادة أو عن نقص أو عن شك، فإن الموجب واحد. أتكفيه سجدتان، ولا يقال أنه يسجد لكل سهو سجوده. وهذا مثل الأيمان المتكررة، لو حلف على شيء واحد عدة مرات، لو حلف على شيء واحد عدة مرات، عدة أيمان، يكفيه كفارة واحدة، يكفيه كفارة واحدة، لأن موجب هذه الأيمان واحد، يكفيه كفارة واحدة، تتداخل بعضها مع بعض. نعم. باب صلاة التطوع. صلاة التطوع، لما فرغ من أحكام صلاة الفرض، لما فرغ من أحكام صلاة الفريضة، ناسب أن يذكر أحكام صلاة التطوع. تطوع في اللغة فعل الطاعة، قال تطوع إذا فعل الطاعة، هذا من حيث اللغة. وأما في الشرع فالتطوع فعل عبادة غير واجبة، تطوع هو فعل عبادة غير واجبة، هذا هو التطوع. وكل عبادة واجبة فإن يستحب لها تطوع من جنسها، كل عبادة واجبة فإنه يستحب لها تطوعا من جنسها. فالصلاة فريضة ونافلة، والزكاة فريضة ونافلة، والصيام فريضة ونافلة من جنسه، والحج فريضة ونافلة من جنسه، والعمرة فريضة ونافلة من جنسه. وكل عبادة واجبة فإنه يستحب فعل عبادة من جنسها تكون تطوعا. والحكمة في ذلك تزود من الخير، تزود من الخير. وأيضا أن النفل يجبر به الواجب إذا حصل فيه نقص، أن الفرض إذا حصل فيه نقص عند الحساب يوم القيامة فإنه يجبر من النفل إذا كان العبد له نوافل. ومن يسلم من النقص؟ الإنسان محل النقص، لذلك يستحب له أن يتطوع بالنوافل لأجل أن تكمل منها الفرائض يوم القيامة. وهذه فائدة عظيمة، فلا يقول الإنسان أنا يكفيني إذا أديت الفرائض. نقول نعم يكفيك إذا أديت الفرائض، لكن هل تجزم أنك أديت الفرائض بالتمام وإن ما عليك نقص؟ إذا كان هذا حاصلا فالحمد لله، لكن من يسلم من النقص؟ أنت بحاجة إلى هذه النوافل، أنت بحاجة إلى، وإلا لو أديت الفرائض على التمام ولم ينقص منها شيء فإنها تكفي. ولكن من يسلم من النقص؟ إنسان عرضة للنقص، فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون في النوافل، بل ينبغي أن يكثر منها لأنه بحاجة إليها، ولأنها زيادة في درجات. حتى لو قدر أنه أكمل الفرائض فإنه بحاجة إلى الزيادة من الخير. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل سبب لمحبة الله عز وجل العبد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله جل وعلا يحب من عبده أن يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض،
أما أن يتقرب بالنوافل ويترك الفرائض هذا غير صحيح، لا 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 تقبل النافلة إلا بعد أداء الفريضة. نعم. باب صلاة التطوع أكدها كسوف. اختلف العلماء ما هو الأفضل من عبادات التطوع، ما هو الأفضل من عبادات التطوع بعد الفرائض. فالمذهب هنا أن الأفضل الصلاة، الصلاة هي أفضل الأعمال، الصلاة هي أفضل الأعمال. وذهب جماعة إلى أن الأفضل الجهاد في سبيل الله، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال بعضهم إن أفضل أنواع التطوع الجهاد في سبيل الله. وبعضهم يقول الأفضل أفضل ما تطوع به الإنسان طلب العلم، أفضل ما تطوع به الإنسان طلب العلم، لأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، في حديث آخر: كفضلي على أدناه. فأفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم بما فيه من النفع الخاص والعام، فطالب العلم ينفع نفسه، يعرف الحق ويعرف الباطل، ويتعلم أحكام الشرع، يتجنب المحرمات ويفعل الواجبات، تقرب بالنوافل. هذا لا يحصل إلا بالتعلم والتفقه في دين الله، ينفع نفسه وينفع الآخرين، فنفعه متعدي، مثل ضوء القمر متعدي. وأما العابد فنفعه قاصر على نفسه، مثل الكوكب، الكوكب نوره ما قاصر على نفسه، كذلك العالم العابد له فضل ما في شك، لكن فضله قاصر على نفسه. أما العالم ففضله له ولغيره، ينير للناس طريق وغيره. فلذلك قالوا إن طلب العلم أفضل في القربات بعد الفرائض، تعلم العلم وتعليمه، وكونك تجلس تتعلم مسألة من الفقه أفضل من كونك تقوم ليلة كاملة. تعلم مسألة واحدة من العلم أفضل من قيام ليلة. لماذا؟ لأن قيام الليلة فيه خير، لكنه خير قاصر عليك. أما تعلم المسألة من العلم فنفعها متعدي، ينفعك وينفع غيرك. فطلب العلم هو أفضل الأعمال بعد الفرائض. ولكنه هنا مشى على أن أفضل أنواع التطوع الصلاة، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم طلب العلم، على هذا الترتيب. نعم. أكدها كسوف. صلاة التطوع تتفاضل أيضا، صلاة التطوع تتفاضل، فآكدها صلاة الكسوف. آكدها ما تسن له الجماعة، انتبهوا، أفضل صلاة التطوع ما تسن له الجماعة، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الاستسقاء، مثل صلاة التراويح، هذه تسن لها الجماعة، فهي أفضل أنواع التطوع. ثم يليها ما لا تسن له الجماعة، وأفضلها قيام الليل، أفضلها قيام الليل، أفضلها الوتر، أفضلها الوتر، ثم قيام الليل. نعم. ثم الرواتب التي مع الفرائض، ثم صلاة الضحى. نعم. أكدها كسوف ثم أكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها لما كسفت الشمس،
خرج صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه صلاة الكسوف، وقال إذا رأيتم منهما ذلك، يعني الشمس والقمر، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فعلها صلى الله عليه وسلم جماعة وأمر بها، فهي أكد أنواع التطور. نعم. ثم استسقاء. ثم يلي الكسوف الاستسقاء، لأنه دعاء لله وتضرع لله عز وجل وإظهار للفقر والحاجة إليه، ولأنه تشرع له الجماعة، ولأن نفعه يتعدى للمسلمين، لأن الذي يصلي صلاة الكسوف ويدعو هذا ينفع المسلمين، ينفع نفسه وينفع المسلمين بدعائه. نعم. ثم تراويح. ثم صلاة التراويح في رمضان، لأنها تشرع لها الجماعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلاها لأصحابه، ثم صلاها بعده خلفاؤه الراشدون والصحابة، وعليها عمل المسلمين إلى وقتنا هذا. نعم. ثم وتر. النوع الرابع الوتر، كسوف ثم استسقاء ثم تراويح. النوع الخامس الوتر، الوتر ويكون في الليل كما يأتي. نعم. يفعل بين العشاء والفجر الوتر، يعني يفعل الوتر بين العشاء والفجر، وقت الوتر بعد صلاة العشاء، ويستمر إلى الفجر، بحديث من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فكل الليل وقت للوتر من حين يصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر. يقولون ولو كانت صلاة العشاء مجموعة مع المغرب جمع تقديم، فلو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم صلى الوتر فقد أداه في وقته. نعم. أما إذا لم يجمعها مع العشاء مع المغرب، فإن الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء ولا يكون بين العشاءين، الوتر لا يكون بين العشاءين إلا في حالة الجمع، حالة جمع التقديم. نعم. وأقله ركعة. أقل الوتر ركعة، بقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، وهو مروي عن عشرة من الصحابة، فلو صلى ركعة وترا أجزأت، وهذا هو أقل الوتر، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وأعلاه إحدى عشرة ركعة. نعم. وأكثره إحدى عشرة ركعة مثنى الوتر، إحدى عشرة ركعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي في رمضان وفي غيره إحدى عشرة ركعة، وفي حديث آخر ثلاث عشرة ركعة. نعم. مثنى مثنى ويوتر. الوتر أقله ركعة، هذا الوتر، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، وأعلى الكمال إحدى عشرة ركعة. نعم. مثنى مثنى ويوتر بواحدة. إحدى عشرة ركعة ما هو معناه يسردها جميع كما يفهم بعض الإخوان، حصل منهم تشويش في هذه المسألة، لا، إحدى عشرة ركعة يسلمون من كل ركعتين ويوتر بواحدة، يصلي عشر ركعات بخمس تسليمات، كل ركعتين بسلام، ويوتر بواحدة، هذه إحدى عشرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين. نعم. مثنى مثنى ويوتر بواحدة. مثنى مثنى إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى، يعني يصلي خمس تسليمات ويوتر بواحدة، هذه إحدى عشرة. نعم، هذا هو السنة. نعم. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. أما إن أوتر بخمس ركعات
أو 7 ركعات أو 9 ركعات. الأولى أيضا أنه يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. وإن سردها بسلام واحد جاز هذا، لأن يصلي 5 ركعات يسرد 4 ثم يجلس ويتشهد الشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالخامسة وتر. وكذلك إذا أوتر ب7 يسرد 6 ويجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابع، وأوتر ب9 يسرد 8 ويجلس في 8 ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالـ9. هذا جائز، ولكن الأفضل صفة الأولى أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وإن أوتر ب5 أو 7 لم يجلس إلا في آخرها، يعني يجوز له هذا، والأفضل خلاف هذا. نعم. وب9 يجلس عقب 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم. نعم. وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى 7. سبق أنه ذكر لكم أقل، سبق لكم أنه ذكر المجزي وهو ركعة واحدة، وذكر الأكثر والأفضل وهو 11 ركعة أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات، والآن يذكر لكم أدنى الكمال وهو 3. نعم. وأدنى الكمال، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين. سلامين، صلي 2 ركعات ويسلم ثم يقوم ويأتي بالـ3، هذا أفضل. وإن سردها 3 ولم يجلس فيها جاز هذا. نعم. يقرأ في الأولى 7 وفي الثانية الكافرون، والركعتان الأوليان سميان بالشفع، والركعة يسمى بالوتر، الشفع والوتر. ويقرأ في الأولى من الشفع سبح بعد الفاتحة، سبح اسم ربك الأعلى، هذا هو الأفضل لما تشتمل عليه هذه السورة من تنزيه الله سبحانه وتعالى وإثبات العلو له وبيان قدرته سبحانه وتعالى على خلق المخلوقات ومنته على رسوله صلى الله عليه وسلم بإقرائه القرآن وإثباته له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وبالإخبار بأن من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فإنه قد أفلح، ثم بيان النهي عن إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الذي ينبغي العكس، إيثار الآخرة على الدنيا. ثم ذكر سبحانه أن ما ذكر في هذه السورة من أولها إلى آخرها موجود في صحف إبراهيم وموسى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، فما ذكر في هذه السورة إنه مذكور في صحف إبراهيم وموسى، هذا يدل على فضل هذه السورة وتميزها على غيرها، لذلك استحب قراءتها في أول ركعة من الشفع. ويقرأ في الثانية سورة الكافرون لما تتضمنه من توحيد العبادة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، تضمن توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ثم يقرأ في الثالثة سورة الإخلاص لأنها تتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو التوحيد الخبري. قل يا أيها الكافرون تتضمن التوحيد العملي، فهاتان السورتان جمعتا بين نوعي التوحيد الخبري والعملي، لذلك سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت للتوحيد،
وقيل لأنها تدل على الإخلاص، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وهي تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، لما يتضمنانه من نوعي التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم. يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. نعم. يقنت فيها، يقنت في الثالثة بعد الركوع، يقنت معناه يدعو، معنى القنوت هنا الدعاء، لأن القنوت له عدة معاني منها الدعاء، معنى يقنت يعني يدعو بعد الركوع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر فعله أن القنوت بعد الركوع، ويجوز أن يقنت قبل الركوع، هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن الأكثر أنه بعد الركوع، ولو قنت قبل الركوع جاز. نعم. هو واجب، قنوت في الوتر مستحب، فلو أنه أوتر ولم يقنت فوتره صحيح، لو أنه أوتر ولم يقنط فوتره صحيح، وإنما هو زيادة تكميل، زيادة خير. لا، يقنط فيها بعد الركوع، يعني فيها يعني في ركعة الوتر. لا، بعد الركوع فيقول الله والوتر، والوتر متأكد سنة مؤكدة حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وقال عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم الوتر حق، والأحاديث فيه كثيرة، فهو سنة مؤكدة عند الجمهور، ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنه واجب، واختار شيخ الإسلام أنه واجب على من يقوم في الليل، من يقوم في الليل فإنه يجعل آخر صلاته وتر، قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فمن كان يقوم الليل أو يقوم من الليل فإنه يجب عليه الوتر، يعني يجب عليه أن يختم قيامه وتهجده بالوتر، هذا اختيار الشيخ عند أبي حنيفة واجب، عند الجمهور أنه مستحب، ولكنه متأكد سنة مؤكدة ولا ينبغي تركه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر، لم يكن يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، دل على تأكده، بعض الناس يتساهل فيه. نعم. ومن يثق من قيامه آخر الليل فالأفضل أن يجعله آخر الليل، وأن يجعله بعد صلاة الليل، ومن لم يثق من قيامه فإنه يوتر أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر لرواية الحديث وكتابته وحفظه، كان يسهر رضي الله عنه فيأخذه النوم في آخر الليل، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر من أول الليل. نعم. يقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويمسح وجهه. هذا دعاء القنوت الوارد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء، علمه هذا الدعاء يقنط به في صلاة الوتر، ويستحب أن يدعو به
المسلم. وإن زاد عليه اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار والحق فحسن أيضا. إذا جمع بين، لأن هذا وارد عن عمر رضي الله عنه، والثاني اللهم اهدني فيمن هديت هذا وارد عن الحسن بن علي، فإذا جمع بينهما فهذا أكمل، هذا أكمل وأحسن. بل إن أبي بن كعب رضي الله عنه يعتبر هذا من القرآن، اللهم اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخره، يعتبر هذا سورة سورتين من القرآن في مصحف أبي رضي الله عنه، فهذا متأكد أيضا. وهو أيضا من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا جمع بينهما كان أحسن. وإن زاد عليهما من الأدعية فلا بأس، الأدعية الجامعة العامة للمسلمين فحسن، ولكن لا يطيل مثل ما يفعل بعض الأئمة هداهم الله، بعض الأئمة يطيل القرون ويأخذ وقتا طويلا يشق على المأمومين ويحصل نحيب ويحصل أصوات وضجيج، هذا خلاف السنة، هذا تزيد بالعبادة ويشق على المأمومين، فلا ينبغي هذا العمل، ينبغي أن يقتصر على ما ورد في هذين الحديثين، وإن زاد عليه شيئا يسيرا لا يشق على الناس لا يحسن. أما أنه يطيل ويجيب أدعية غريبة، ربما إن بعضهم يأتي بألفاظ تبطل الصلاة، بعضهم يأتي بألفاظ لا تصلح في الصلاة، وقد يعني يأتي بأشياء غريبة جدا تبطل الصلاة، بعضهم يأخذ يعب في ركنه يجيب مواعظ ويعظ المصلين، هذا يبطل الصلاة لأنه كلام من غير المشروع في الصلاة، فعلى الأئمة وفقهم الله أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يتقيدوا بالسنة ويحرصوا على السنة ويراعوا أحوال المأمومين ولا يشقوا على المأمومين ويعتبروا الغالبية من المأمومين، إذا كان بعض المأمومين يحب هذا والأغلبية لا تقرب هذا فينظر للأغلبية لا ينظر إلى هذا القليل من الناس اللي يرغبون هذه الأشياء ويشجعون عليها، لا ينظر إلى الأغلبية ويتقيد بالسنة، هذا هو الواجب. نعم نقرأ الوتر دعاء الوتر دعاء القنوت. فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني، الهداية سبق لنا أنها نوعان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام، فقوله اللهم اهدني يشمل النوعين، اللهم دلني وأرشدني وثبتني وألهمني رشد، يعني يشمل نوعي الهداية لأن الله قادر على الهدايتين. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وعافني فيمن عافيت، عافني من الأمراض والأسقام ومن الهموم والأحزان، وأعظم ذلك عافني من الفتن، عافني من الفتن في الدين والدنيا، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، إن المعافاة منها هي أعظم المعافاة، أعظم من المعافاة من المرض والمعافاة من الهم والحزن، معافاة من الفتن أعظم، إذا عافاك الله من الفتن، عافاك في دينك وسلمت من البدع والمحدثات وسلمت من فتنة الشهوات والشبهات، هذا أعظم أنواع العافية، فقوله عافني فيمن عافيت يشمل جميع أنواع العافية. نعم. وتولني فيمن توليت، تولني تولى شأني وأمري بالتوجيه والإرشاد والحفظ والرعاية
من تولاه الله عز وجل فإنه لا خوف عليه. الله ولي الذين آمنوا رجعهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فمن تولاه الله جل وعلا فإنه سعيد في الدنيا والآخرة، يتولى الله شأنه بالرعاية والحفظ والكلاء والتأييد. نعم. وبارك لي فيما أعطيت. كذلك بارك لي فيما أعطيت، يعني زده ونمه. البركة هي الزيادة والنمى والطهارة. فلو القصد أن الإنسان يعطى المال، القصد البركة في المال. قد يكون المال قليلا ويبارك الله فيه ويكون خيرا كثيرا ويسعد به صاحبه في الدنيا والآخرة. قد يكون كثيرا ويكون شقاء على صاحبه وعذابا على صاحبه، يكون منزوع البركة لا يستفيد منه لا في دنياه ولا في آخرته، وإنما يتعب ويشقى في جمعه وتحصيله وفي مراعاته وحفظه ولا يستفيد منه، هذا منزوع البركة. ليس القصد كثرة المال، وإنما القصد المال المبارك ولو كان قليلا، فأنت تدعو الله أن يبارك لك في رزقك. نعم. وقني شر ما قضيت. وقني شر ما قضيت في القضاء والقدر. الله قدر الخير وقدر الشر، أنت تسأل الله أن يقدر لك الخير وأن لا يقدر عليك الشر. إنما يقدر الشر على بعض الناس بأعمالهم هم السبب في هذا، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد هو السبب، الله يقدر عليه أو لا حسب السبب الذي يفعله الإنسان من خير أو شر. نعم. إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، هذا اعتراف بأن الله جل وعلا إذا قضى قضاء فإنه لا يرد ولا تعقيب لحكمه ولا رد لقضاء. أن تسأل الله حسن القضاء وحسن القدر وتعترف بأن ما قضاه الله ودبره فلا راد له، فتطلب من الله أن يقضي لك بالخير. نعم. إنه لا يذل من واليت. كذلك إنه لا، هذا دعاء، هذا دعاء عبادة. إنه لا يذل بكسر الذال من الذلة، من الذلة وهي الهوان. لا يذل من واليت، من والاه الله فإنه عزيز وكريم ولا أحد يناله بسوء. نعم. ولا يعز من عاديه. بالعكس، من أذله الله فلا أحد يعزه، ومن يهن الله فما له المفلح. نعم. تباركت ربنا وتعالي. تباركت وتعالي، هذا فيه إثبات البركة لله وأسمائه وصفاته، وفيه إثبات العلو لله جل وعلا. ومعنى تباركت أي عظمت أسماؤك وصفاتك، عظمت ذاتك وأسماؤك وصفاتك. وأيضا البركة تنال بذكر الله عز وجل، البركة تنال بذكر الله. نعم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. نعم، صفتان من صفات الله متضادتان، الرضا والسخط، فأنت تعوذ بصفة الرضا من صفة السخط. نعم. وبعفوك من عقوبتك. كذلك صفتان متضادتان، عقوبة والعفو، أن تسأل الله العفو تعوذ به من العقوبة. ولا أحد يستطيع هذا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وبك منك. كذلك استعيذ بالله منه سبحانه وتعالى، فإنه إذا أراد أحدا بسوء فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولا لهم من دونه جواه. فلا يعيذك من الله إلا الله سبحانه وتعالى. أما الخلق يمكن أن تعوذ بأحد أو تلوذ بأحد وينصرك ويمنعك من المخلوق، لكن الله جل وعلا يجير ولا يجار عليه. فلا، إذا طلبك الله فلا أحد يمنعك من الله عز وجل. نعم.
لا نحصي ثناء عليك، هذا اعتراف من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أحدا لا الرسول ولا غيره يحصي الثناء على الله، لأن نعم الله كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا أحد يقوم بشكر الله على الوجه المطلوب، لأن العبد مقصر ونعم الله كثيرة. هذا اعتراف من الرسول صلى الله عليه وسلم بالعجز عن إحصاء الثناء على الله عز وجل. نعم. أنت كما أثنيت على نفسك، رد الأمر إليه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يثني على نفسه، وأما العبد فإنه مقصر ولا يمكن أن يحصي الثناء على الله جل وعلا. نعم. اللهم صل على محمد. يختم هذا الدعاء العظيم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب الإجابة، من أسباب إجابة الدعاء أن يبدأه بحمد الله الصلاة والسلام على نبيه، ثم يختمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب الدعاء. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح على آل محمد، المراد بآل محمد هنا أتباعه صلى الله عليه وسلم، أتباعه على دينه، أما آل محمد في الزكاة المراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام. آل محمد في الزكاة، إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، المراد بهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبناء عمه الذين دخلوا في الإسلام، هؤلاء هم آل محمد قرابته. وأما آل محمد في الدعاء فيشمل كل المؤمنين، كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون، ما المراد بآل فرعون؟ أتباع، أتباع فرعون. نعم. ويمسح وجهه بيديه، إذا فرغ من الدعاء يمسح وجهه بيديه، ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء هذا ورد فيه أحاديث لكنها ضعيفة لا تنتهي للاستدلال، والأولى أن لا يمسح وجهه لعدم ثبوت الأحاديث في ذلك، عدم ثبوت الأحاديث في ذلك، ولكن من مسح وجهه لا ينكر عليه، من مسح وجهه لا ينكر عليه لما ورد في هذا، وإن كان ضعيفا إنه لا ينكر على من مسح، لكن الأولى أن الإنسان ما يمسح. نعم. لكن رفع اليدين في الدعاء مستحب، لأنه إظهار للافتقار إلى الله، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الحديث إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه له إليه في الدعاء ثم يردهما صفرا، فرفع اليدين في الدعاء من أسباب القبول أيضا وهو من آداب الدعاء، والأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، مثل في خطبة الجمعة لا يجوز رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة، أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الاستسقاء قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ورفع يديه في الاستسقاء، كذلك الدعاء في التشهد، التشهد الأخير ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيه، كذلك بعد الفريضة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد الفريضة، إنما هذا بعد النافلة، بعد صلاة النافلة أو في القنوت، أما بعد الفريضة فلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، فلا يرفع يديه في المواطن التي لم يرفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. نعم. ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نسي قراءة الفاتحة وشرع في قراءة سورة بعدها ثم تذكر وقرأها هل يسجد للسهو؟ نعم يسجد للسهو، إذا نسي قراءة الفاتحة وقرأ سورة ثم تذكر وقرأها قبل الركوع يسجد للسهو، لأنه سهو عن ترك ركن، سهو عن ركن في موضع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو ضابط الشك في الصلاة لكي يخرج من ذلك ما تحصل به الوسوسة؟ عرفناه لكم، قلنا الشك بين هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك. أما إذا تساوى، أما إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فإنه يأخذ بالراجح، بالاحتمال الراجح، وهو ما يسمى بغلبة الظن، يسمى بغلبة الظن. إذا ترجح أحد الاحتمالين على الآخر أخذ بالراجح، يسمى بغلبة الظن. أما الطرف الثاني وهو المرجوح، هذا الوهم، يسمونه الوهم، تردد بين أمرين أحدهما راجح والآخر مرجوح. الراجح هذا يسمى ظن، والمرجوح هذا يسمى وهم ووسوسة، فيتركه الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك دعاء خاص بسجود السهو؟ وما صحة قول ما يقال في سجود السهو مثل ما يقال في سجود الصلاة تماما، كذلك سجود التلاوة، سجود الشكر، كل هذه الأنواع يقال فيها ما يقال في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، ويكررها ويدعو أيضا، يدعو بما تيسر من أنواع الدعاء. نعم. ومن قال بأنه يقال في الجلسة بين السجدتين للسهو يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ لا هذا غلط. يقول في الجلسة بين السجدتين مثل الجلسة بين السجدتين للصلاة، رب اغفر لي كذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يقال إن الجهاد أفضل من طلب العلم لأن الجهاد أيضا يتعدى للغير؟ يرى بعض العلماء أن الجهاد أفضل، يرى هذا بعض العلماء، والبعض الآخر يقول لا، طلب العلم أفضل، لأن طلب العلم ينجي الإنسان من الجهل وينفع نفسه ويعبد الله على بصيرة، وذلك يبصر الآخرين ينقذهم من الضلال ومن الجهل. منافع العلم لا شك انها منافع عظيمة، لذلك رجح بعضهم طلب العلم قبل الجهاد. الجهاد ما يمكن الانسان يجاهد الا اذا تعلم وعرف احكام الجهاد، فالعلم هو مصدر كل عبادة ومصدر كل خير. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، طلب العلم؟ وهذا ترى في الجهاد المستحب أو بالاجتهاد في الجهاد الواجب، الجهاد الواجب على الأعيان هذا ما يسبقه شيء ولا يقدم على شيء كما سبق لكم، وهو إذا حضر الجهاد أو حصر البلد عدو أو استنفره الإمام، يعني الأحوال الثلاث يجب الجهاد على الأعيان، وفي غيرها الجهاد يجب على الكفاية، فقام به من يكفي بقي في حق الباقين سنة. وهل هو أفضل من طلب العلم أو طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة أفضل؟ على خلاف بين العلماء، هذا في الجهاد المستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، طلب العلم أم حفظ القرآن الكريم لصعوبة الجمع بينهما؟ هذا الشيخ طلب حفظ القرآن هو الأساس لطلب العلم، يحفظ القرآن أولا، لأن حفظ القرآن هو الأساس في طلب العلم. كان السلف أول ما يبدأون بحفظ القرآن قبل حفظ المتون، وقبل حفظ القرآن هو الأساس، لا في شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صور وجوب السهو على المأموم وجوب سجود السهو على المأموم إذا رأى وجوب السجود ولم يره الإمام. أين السؤال؟ أليس الأصل أن المأموم يأتم بإمامه ولا يختلف عليه كما ورد عن بعض السلف أن الخلاف شر؟ هذا اختلاف، هذا عمل بالدليل، أن ترى أن سجود السهو واجب بدليل، ما هو واجب بدون دليل، إذا كان معك دليل أن تعمل بالدليل ولو تركه الإمام. نعم. مثلا الإمام يرسل يديه في الصلاة، يرى عدم سنية قبض اليدين، وقبض اليدين في الصلاة هذا سنة ثابتة الحديث الصحيح، فأن تنسل يديك معلوم، لا تقبض يديك، هذا عمل بالدليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مأموم مسبوق بركعة وزاد إمامه ركعة زائدة سهوا، هل يعتد بها المأموم أم لا؟ لا، هذا نص على أنه ما يعتد بها، نص على أنه ما يعتد بها لأنها ليست من الصلاة زائدة. وبعض العلماء يرى أنه يعتد بها لأنها زائدة في حق الإمام لكنها ليست زائدة في حق المسبوق، يرى أنه يعتد بها، لكن الأحوط أنه ما يعتد بها خروجا من الخلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم مع الإمام في حال الركوع وشك هل أدرك الركوع مع الإمام أم لا فماذا عليه؟ إذا دخل المأموم مع الإمام في حال الركوع وشك هل أدرك الركوع مع الإمام أم لا فماذا عليه؟ وما عليه النفات ركعة، عليه النفات ركعة، يأتي بركعة بعد سلام الإمام لأنه لم يتيقن أنه أدرك الركعة مع الإمام فيأتي بركعة بعد الإمام. وما هو الحد الأدنى الذي يدرك به المأموم الركوع مع الإمام؟ الحد الذي ذكره أهل العلم إذا وصلت يداه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام، إذا انحنى راكعا ووصلت يداه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركوع. أما إذا رفع الإمام قبل أن تصل يد المسبوق إلى ركبتيه فإنه لم يكن مدركا للركوع. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سهى في الوتر وزاد ركعة ثم تذكر في أثنائها فماذا يفعل؟ إذا سهى في الوتر وزاد ركعة ثم تذكر في أثنائها فماذا يفعل؟ إذا زاد ركعة في الوتر وتذكر في أثنائها يجلس ولا يستمر فيها، وإن لم يذكر إلا بعد الفرغ منها يسجد للسهو. لا. وإن تذكر بعد ذلك فهل يعتبرها شفعا آخر؟ ثم لا، يعتبرها وتر ويسجد للسهو لأن هذه زيادة ما لها اعتبار. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل المسجد لصلاة الظهر فوجد الجماعة قد صلوا فصلى منفردا، وفي أثناء صلاته دخل جماعة وصلوا الظهر فقطع صلاته ودخل مع الجماعة الجديدة، فما حكم فعله ذلك؟ لا بأس، لكن الأولى أنه أكملها نافلة، أنه أكمل الصلاة اللي هو فيها نافلة فدخل معه. نعم، هذا هو الأفضل والأكمل من كونه يقطعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المراد شيخ الإسلام رحمه الله من وجوب الوتر على من كان يقوم الليل معناه أن من استمر عليه وجب عليه الوتر، أو أن مراده أن من قام الليل فيجب عليه الوتر؟ المعنى واحد، المعنى واحد، يعني من كان من عادته أنه يقوم الليل فإنه يجب عليه الوتر على هذا القول، وكذلك من لم يكن من عادته لكن قام في بعض الليالي إنه يجب عليه أن يختم قيامه بالوتر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استيقظت من النوم قبل أذان الفجر بقليل بحيث لو شرعت في الوتر أذن الفجر فهل أوتر أم لا؟ أوتر وتخفف، توتر بركعة واحدة فقط وتخففها لئلا يدرك البديهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان دعاء القنوت الطويل في رمضان له أثر عظيم في نفوس المصلين فهل يقال عنه إنه غير جائز؟ نعم، غير جائز، حين ما يؤثر فيهم القرآن كلام الله عز وجل الوعد والوعيد يؤثر فيهم المبالغة في شيء غير مشروع ما يعينهم على هذا الأمر، ولكن يلفت أنظارهم لقراءة القرآن قبول قلوبهم عند تلاوة القرآن. نعم، هذا يصرفهم عن سماع القرآن ويبعدهم تحرر الوتر متى يوتر. نعم، تعلق قلوبهم بالوتر. ينبغي للإمام أنه يربي المأمومين على المشروع ولا يربيهم على المخالفة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أقنت فأسأل الله من فضله في الدنيا والآخرة بألفاظ بسيطة وعامية فهل هذا يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة، هم اللازم يكون باللفظ العربي يكون باللفظ العامي مثلا، لكن الأولى والأحسن أنه إذا كان يحسن العربية أنه يأتي به على الوجه اللغوي
أما العامي اللي ما يحسن العربية هذا يوثر بلغته التي يحسنها ولو بالعامية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يحرم الرجوع لمن نسي التشهد الأول إذا بدأ في قراءة الفاتحة، ولا يحرم ذلك إذا استتم قائما، علما أن قراءة الفاتحة والقيام في الصلاة كلاهما ركنان؟ إذا شرع في قراءة الفاتحة شرع في يعني شرع في الركن الثاني، شرع في قراءة الفاتحة شرع في الركن الثاني، أما من شرع في القيام فقط هذا إنما شرع في ركن واحد فقط، هذا الفرق بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأئمة في صلاة التراويح قد يسهو في صلاته فيقوم للثالثة فيعلم أنه قد زاد في صلاته إما بتنبيه المأمومين له أو يتذكر هو، فيقول في نفسه أكمل الصلاة وأجعلها سردا خمسا أو سبعا، فما حكم فعله ذلك؟ هذا غلط، خطأ. إذا قام إلى ثالثة بنقبة أو تنبه يجلس ألا يستمر فيها، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، والعلماء يقولون إذا قام لثالثة في صلاة الليل كأنما قام لثالثة في صلاة الفجر، لأن صلاة الليل مثنى مثنى مثل صلاة الفجر، لا يستمر لما يجلس ويسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شك في ترك ركن فإنه يأتي ببدله، فهل يسجد لذلك سجود السهو أو يكون ذلك مثل الواجب؟ نعم، يأتي بسجود السهو لأنه حصل سهو، حصل منه سهو في الصلاة وهو ترك الركن، ولو أتى به فإنه يسجد للسهو الذي حصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الصلاة سرية وترك الإمام قراءة الفاتحة ولم يذكرها إلا في الركعة الثانية، فإذا جعل الركعة الثانية مكان الأولى فإن ذلك يسبب تشويشا على المأمومين، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ العمل أنه يترك الأولى، يعتبرها لاغية، ويأتي يجعل الثانية بدلها ويكمل صلاته على هذا، ولا ينظر إلى المأمومين ويخلق الصلاة على شان المأمومين، يصل بالصلاة على شان مراعاة المأمومين. نعم. الفضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث عائشة رضي الله عنها، المأمومون إذا شافوا عازم على القيام عرفوا عنده شيء، عنده شيء ما جروا عنه. نعم. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، هل يجوز أن أصلي 6 ركعات مثنى مثنى ثم أصلي 5 سردا؟ يجوز هذا، لكن الأولى أن كل صلاة مثنى مثنى وأن تكون الوتر واحدة في آخرها، هذا هو الأفضل. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا إذا كنت وحدك، أما إذا كنت تصلي في جماعة لا تشوش عليهم، إذا كنت تصلي الجماعة لا تشوش عليهم، تجد اختياراتك واجتهادات، صلهم كما يصلي المسلمون مثنى مثنى، التراويح مثنى مثنى، أو التهجد مثنى مثنى، ثم توتر بثلاث، شفع ووتر، هذا معروف عند الناس ولا يشوش عليهم، أما إذا صليت الحال لا. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رفع الإمام من الركوع ولم يقل بعد سمع الله لمن حمده، والمسبوق كان يراه ثم ركع قبل قول الإمام، هل يعتد بهذه الركعة؟ هو بالكلام الاعتداد بالركعة مرتب على قول سمع الله، مرتب على النهوض، على نهوض الإمام إذا رفع من الركوع فقد فات المأموم من الركوع ولو لم يقل سمع الله لمن حمده. نعم. الحكم مرتب على نهوض الإمام. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رفع الخطيب يوم الجمعة يديه في الدعاء في طلب الاستسقاء، فهل يرفع المأمومون أيديهم؟ نعم، في الاستسقاء سواء في صلاة الاستسقاء أو في الجمعة يرفع الإمام يديه ويرفع المأمومون أيديهم، هذا في الاستسقاء خاص. أما في دعاء يوم الجمعة، في دعاء خطبة الجمعة، فلا يرفع لا المأموم ولا المأمون أيديهم، لأن هذا خلاف السنة. نعم. وإذا لم يرفع الإمام يده في الاستسقاء فهل يرفعها المأمومون؟ في الاستسقاء نعم يرفعون أيديهم، هذا محل رفع الأيدي. نعم.
عليكم فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب في الجامعة ومن منطقة في خارج الرياض، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة بحكم طالب إيش؟ طالب في الجامعة. الجامعة نعم. ولكني من منطقة خارج الرياض، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة بحكم أني مسافر وإن طالت المدة؟ لا، أن تقصر إلا في الطريق ذهابا وإيابا. أما إذا استقريت بالرياض للدراسة فإنك تتم الصلاة وتصوم في رمضان، لأن السفر انقطع بالإقامة الطويلة، انقطع بالإقامة الطويلة، والمقيم يتم الصلاة ويصوم في رمضان لأنه ليس مسافرا بل هو مقيم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الداعي أو الخطيب اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، هل هو دعاء مشروع أو غير مشروع؟ مشروع عظيم جيد هذا الدعاء، ذكر أن الله جل وعلا يبرم للأمة أمر رشد ويعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه، هذا دعاء عظيم للمسلمين. نعم. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول جملة يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير مع لفظ الجلالة بعد السلام من الصلاة فيها بأس؟ لا بأس به، زيادة ثناء على الله سبحانه وتعالى. لا. وهل قول جملة العظيم الجليل التواب الرحيم بعد السلام من الصلاة وبعد أن يقول أستغفر الله واردة؟ لا أعلم أنه وارد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة يستغفر الله ثلاثا، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو مستقبل القبلة، ثم ينصرف إلى المأمومين، ولا ورد يقول العظيم الجليل التواب الرحيم، أنا ما ورد. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند رقية المريض وقراءة ما شاء الله من القرآن ثم الدعاء بالأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يرفع الراقي يديه؟ لا في معنى، لا بس الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا في المواطن التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه فيها، فلا ترفع يديه فيها. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مسافر يريد أن يجمع المغرب والعشاء، وبعد صلاته المغرب وجد جماعة تصلي المغرب فأراد أن يصلي معهم جماعة بنية العشاء علما بأنه يرى وجوب القصر، فهل يصلي ركعتين ثم يجلس حتى يعود إليه الإمام فيسلم معه، أم يتم معهم إلى أن ينتهوا من صلاتهم المغرب ثم يأتي بركعة الرابعة؟ الأولى أنه ما يدخل معه، اختلاف صورة الصلاة، لأن صلاة المغرب ثلاثية